ایران خوش آمدید. Welcome to ایران. صباح الخير واهلا بكم في اول يوم اوفيشيالي ليا في ايران. لسه موجودين في طهران امبارح، وصلنا كان يوم الجمعه زي ما انتوا شفتوا ما فيهوش اي حاجه. النهارده السبت ويعتبر اول يوم لينا، رايحين دلوقتي عشان نقابل جاي وبعد كده نبدا امنا نشوف هنعمل فيه ايه، هنروح فين، هنتفرج على طهران. عايزين نحاول على قد ما نقدر نصور لكم الكالتشر ديفرنس، او يعني الناس عايشه ازاي هنا. مع عمرنا ما سالنا واحد ايراني وقال لنا بنفسه في الحقيقه، فالنهارده احنا موجودين عشان نسألهم بنفسنا. يلا بينا نبدأ اليوم، وده يعتبر أول يوم. زي ما قلت لكم امبارح كانت الدنيا فاضية، الشارع ده ما كانش فيه ولا عربية، والنهاردة احنا في الشارع، الشارع مليان على آخره. أول حاجة عملناها أخدنا تاكسي ونطلع على الفندق. كل حاجة هنا تقريبا مش بعيدة عن بعض، بس لما الدنيا تبقى زحمة بتبقى زحمة جدا. فجبنا تاكسي، التاكسي تقريبا 6 أو 7 كيلو ب 2 دولار، يعني تقريبا 30 جنيه. اسم قدير. بدير قدير. قدير في ايران من كتر هم ده لما منغلق عندهم كل حاجه بتاعتهم، زي الاوبر عندهم اب تاني. بس الغريب هنا ان ما ينفعش حد يستخدم اي حاجه غير لو هو ايراني. الاجانب ما بيعرفوش يطلبوا الاب دي، ما ينفعش تنزل على تليفوناتهم، لازم موبايلك يبقى من ايران. ليتس جو. يو ريدي؟ ليتس جو. ليتس جو. عمري كنت فاكر ان ايران عباره عن شيعه وبس، بس لما جينا هنا قرروا يورونا حاجه مختلفه. يورونا ان في يهود كتير عايشين هنا، ده المعبد بتاعهم او يعني معبد اليهودي، واللي ورانا دي كنيسه، فالاثنين موجودين في نفس المكان. في نفس الوقت الشيعه كتير جدا. اللي انا بقى بدور عليه وبسال الناس عليه دلوقتي، في سنه عايشين وسط الشيعه هنا في ايران ولا لا؟ لحد دلوقتي ناس كتير قالت لي نسبتهم قليله جدا، يعني مثلا 1% او 2%، بس المسيحيين 20%. جوله في وسط البلد بتاع طهران. زي ما انتم شايفين يظهر ان وسط البلد معروفه بالبدل، محلات البدل زيها بالظبط زي وسط البلد اللي موجوده في مصر. في هدايا ولعب وفي حاجات كتير جدا. فالصراحة أنا لحد دلوقتي حاسس إن أنا بتمشى في القاهرة، فخليني أفرجكم على وسط البلد بتاع طهران، وقولوا لي رأيكم في آخر الفيديو إذا كان أنتوا شايفينها فعلاً شبه مصر وشبه القاهرة ولا لأ. تعدية الشارع هنا مفيش إشارات مشاة، فإحنا بنجري وبس. وأكثر حاجة لازم أخلي بالي منها بتوع الموتوسيكلات دول، عشان ممكن حد ياخد الموتوسيكل ياخد الكاميرا ويجري. سو الحمد لله I made it safe. العيش هنا عندهم كبير قوي زي ما انتم شايفينه. حط 1 2 3 7 طعميه في عيش واحد. شكرا ممنون. اوكي نعم. العيش الطعميه الكبير ده تقريبا ب 200,000 يعني اقل من دولار، تقريبا 70 سنت اللي هي 10 جنيه. بس السندوتش بص قد ايه. Less than a dollar. Less than a dollar. Yeah. 200,000. نشوف الفلافل اني احلى. حلو قوي قوي. دلوقتي احنا داخلين مدرسه هاي سكول في طهران. بص المدرسه عامله ازاي، المباني كلها قديمه، مدرسه فاضيه ما فيهاش صوت. الناس هنا رغم انها واحده من احزم المدن في العالم طهران، بس الناس هنا هادية، ما بيستخدموش كلاكسات في الشارع. احنا في مدرسة مفيش صوت، الناس في الفصول ومش سامعين حاجة. 111 عمر ميام. عمر ميام. انسان به اصل خود برمیگردن. این فر بهره. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي جوه المدرسة. خلونا نخش.
الفصول، فصول نظيفة جدا. مش عارف ايه ده، كانوا بياخدوا كيمستري تقريبا. دي مدرسة عامة مش مدرسة خاصة، يعني شايفين النظام، الحياة كلها مظبوطة على الحيطة. المدرسة ما فيهاش نقطة تراب، ما فيهاش أي وساخة في أي حتة، على الشعر حرفيا. صندوق انتقادات وإيه؟ بش انهادات. زي ما انتوا شايفين الاتوبيس اللي قدامي مكتوب ميدان جمهوري اسلامي وميدان برهستان. كل حاجة تقريبا بنقدر نقراها، معظم الكلمات بنقدر نقراها، بس الغريب ان انا بعرف اقرا بس مش بعرف اني القط اي كلام من اللي بيقولوه خالص. هنا في ايران عندهم موديلين عربيتين، ايران هي اللي بتصنعهم، زي العربية اللي هنركبها دي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين صغيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان جاي راسه بتخبط في السقف. تكير في الهد. بصوا اهلا بكم في ايران. طبعا ايران معروفة بالمساجد بتاعتها، ده اول مسجد رحناه. الصراحة المساجد فيها شغل وتعب والوان رهيبة رهيبة رهيبة. انا اكتشفت ان هو مش جامع، هو طلع مقبرة، او زي مثلا اللي هو مزار بتاع واحد من الائمة بتوع الايرانيين. انتوا عارفين طبعا ان الشيعة بيقدروا جدا الائمة بتوعهم، فده واحد من الائمة مدفون هنا، فاحنا نخش نتفرج. Brothers of Imam Reza. Imam Reza. Uh-huh. Imam Mashhad. Mm-hmm. I know Imam. Sometimes I speak with them, uh-huh, because they are alive. Uh-huh. They are shaheed, shaheed, mm-hmm, shaheed. Shaheed. Uh-huh. دلوقتي وقت السوق وتجربة أكل غريب. عندهم حرنكش، طبعا مش عارف انتوا تعرفوا ولا لا، بس هنا في ايران ممنوع أي حد يمشي مش مغطي شعره، حتى اللي مش محجبين بيحطوا الحجاب أي كلام. بس ما ينفعش تمشي في الشارع وانت مش مغطي شعرك، بيحطوا أي كلام، نص شعرهم بيبقى باين، ساعات بيقع، بس اوفر اول ما ينفعش تبين شعرك. ومن حق الشرطة تيجي تقول لك غطي شعرك، احنا في بلد إسلامية ما ينفعش تبين شعرك. حتى الستات المسيحيين او اللي مش مسلمين عامة اللي عايشين هنا بيغطوا شعرهم. انتوا متخيلين القانون بتاع البلد كله يغطي شعره. This work? Lamb stew that is thickened with chickpeas. So I just poured the soup into this one, and in here is the lamb with the chickpeas that I just had to mash. The tradition here is to add bread into the soup, leave it for 5 minutes, and then eat this just with bread by itself. So let's see how good it is. Is that okay? I said it right? And this is قورمة سبزي. This stew is very popular. الديزي عبارة عن لحمة محطوطة في البتاع ده وجواها شوربة، بتفضي الشوربة زي ما شفتوا، وبعد كده تاخد العيش تحطه جوه الشوربة لمدة 5 دقايق، العيش ينشف، وبعد كده تاكل بالعيش اللحمة اللي جوه القدرة والشوربة. So how is the food so far? The food was amazing. It's so cold outside and that warmed me up so much. So delicious. الأكل أهم حاجة، يمكن من أهم الحاجات دايما اللي بندور عليها لما بنسافر، عشان بتوريك شوية الكالتشر عاملة ازاي. الاكل في كل بلد مختلف عن التانية، حتى لو كباب بياكلوا كباب هنا غير عندنا، غير في تركيا، غير في العراق، غير في سوريا، غير في حتة كده. عطاري وزعفران. طبعا ايران معروفة بالبهارات، زي ما انتوا شايفين اكل كله بهارات. يعني ايران برضو معروفة انها دولة رقم واحد في العالم في تصدير وتصنيع الزعفران. Thank you.
في إيران طبعا عشان في مشاكل كتير بينهم وبين أمريكا، فبيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يستقلوا بذاتهم 100%. فهنا إيران ما ينفعش تستخدم فيسبوك، ما ينفعش تستخدم تويتر، ما ينفعش تستخدم أي كارت بنك من بره البلد، ما عندهمش أي حاجة خارجية تقريبا. الحاجات الخارجية صعبة جدا، حتى الأجنبي اللي هو زيي ما ينفعش يجيب شريحة تليفون غير من المطار. بالنسبة للبنك ما قدرناش، ما ينفعش نيجي هنا غير بكاش، ما ينفعش وانت ما عايز فلوس هروح البنك اسحب بكارت أجنبي، لازم يبقى كارت إيراني، غير كده ما فيه. 60,000 Thank you. See you again. سلام. دلوقتي وقت ان احنا نكتشف طهران بالليل. معنا غزل. يا هلا. هاي صاحبة واحد صاحبي. الاسامي كلها تحسوا عربية عريقة جدا. فاحنا هنتمشى شوية. المنطقة اللي احنا فيها دي يعتبر شوية زي الزمالك عندنا في القاهرة. فتلاقي كل الناس الشباب المودرن اللي هم فكرهم شوية متغير عن ايران بقى الدين تقريبا. بس الناس الكبيرة الشباب كلهم ما بيفرقش معهم اي حاجة. فهنا تحس تجمعات الشباب اللي عامل تاتوهات بقى واللي حلقان واللي بيشرب واللي بيعمل. فاحنا هنا في كافيه في الشارع في منطقة اسمها We are in Irancha. Irancha. اسمها Irancha بالظبط زي الزمالك. نفس الحاجة بس هنا ايه بدل بيبي جونسون فيروز. ها it's written فيروز. فيروز. المكان اللي احنا فيه ده يعتبر جنينة كبيرة جدا موجودة في نص المنطقة اللي انا قاعد فيها. والشباب هنا كلهم برا. النهاردة الجمعة بالليل زي الجمعة عندنا. ففي ناس بتلعب تنس في الشارع، ناس بتلعب طبق طاير، وناس بتلعب كورة في ملعب الكورة، في لعب اطفال وفي كل حاجة. الناس بتطلع برا. In Cairo it's always like a lot of cats. Really? عندهم قطط كتير في الشارع زي عندنا في القاهرة بالظبط. أنا فعلا حاسس إن أنا بتمشى في مصر. الناس نفس الستايل، الجو، الشوارع، كل حاجة بيرفكت. سيبنا غزل دلوقتي وأنا في الشارع لوحدي. بس للأسف في حاجة ناس كتير هنا قابلتهم قالوا لي عليها، والصراحة بدأت تخليني أقلق. لأن من كتر ما هم قالوا لي قلقتني. يعني في العادي مش بخاف ومتوقع ان ده يحصل في اي بلد، بس كلهم بيقولوا لي مش عارف عشان هم مش متعودين على السياح او مش عارفين ان انا واخد على موضوع زي ده، ولا عشان هو فعلا هنا ممكن الموضوع يبقى خطر. بيقولوا لي ان خلي بالي جدا من الكاميرا وانا ماشي في الشارع والموبايل عشان في موتوسيكلات بتعدي تشد الحاجه وتمشي. فانا احاول اخلي بالي على قد ما اقدر. زي ما انتم شايفين انا في الشارع ومسكها، مفيش حاجه اتغيرت، بس اتليست احاول اخلي بالي. سيد مصطفى هلو. هاي عندهم برضو في الشارع هنا الجيم بتاع الشارع. في العادي بشوفه في اوروبا في كل حته، بس لقيته هنا جيم كبير وفي اجهزه كتير زي مثلا ده بتاع البنش. تشوف شغال ولا لا؟ شغال اهو. عندهم اجهزه كتير وحاجات كتير تتعمل في الجنينه دي. مش عارف ده بسبب انها منطقه المفروض منطقه اغنياء، ولا عشان هم مهتمين هنا بحياة الناس. اكتر جنسية بقى موجودة ومتواجدة هنا هم الافغانستان. الافغانستان هنا عشان قريبين جدا وعشان اللي بيحصل في بلدهم او من قبليها. يعني هو من زمان عندهم مشاكل كتير. فايران اكتر دولة بترحب بالافغانستان، ففي كمية افغان هنا كبيرة جدا. للمرة العاشرة حد يقول لي يدخل كاميرتك جوه عشان حد يقربها ويمشي. الو اوكي. ايراني؟ ايران. اسم ايران. اسمك؟ ماتين اهنجري. احمد. اوكي لا احمد. اسم محمد. محمد. اوكي اوكي ممنون. سلام.
وبكده نختم يومنا الأول رسميا في إيران في طهران. وللأسف بكرة هنمشي من طهران هنروح على مدينة تانية بتاكسي جميل في الزحمة، نص ساعة تقريبا في الزحمة، ودفعت 2 دولار يعني تقريبا 30 جنيه. التكاسي هنا والمواصلات رخيصة جدا لدرجة ان دي اول مرة تقريبا في بلد ألجأ للتكاسي بسبب انها رخيصة عشان البنزين هنا رخيص. ايران عندها واحد من اكبر احتياطات النفط في العالم كله، فالعربيات هنا رخيصة، التكاسي رخيصة، كل حاجة رخيصة، البلد اوفر اول رخيصة. يعني انا دلوقتي بقالي حبة هنا ولسه مصرفتش 100 دولار كاملة، ما تقفلتش، وقاعد في فندق زي ما انتوا شفتوا الأوضة عاملة ازاي، الدنيا عاملة ازاي. فدي كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة، لو عجبكم ما تنسوش تدونا لايك، وما تنسوش دعمكم بيفرق معايا كتير اول فترة دي لان انا مركز قوي في الفيديوهات، فما تنسوش تعملوا شير للفيديوهات مع اصحابكم، ما تنسوش السبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. سلام. واه ما تنسوش تقولوا لي ايه عجبكم او اكتر حاجة شايفينها غريبة في ايران، ونفسكم او مين يعرف حاجة عن ايران نفسي اصورها يقول لي عنها في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.